انفصلنا على مو شغلة الوثيقة، أحد شروط التعيين. وثيقتك مزورة. نعم. نعم. فراجعنا الوزارة القانونية مع الوزارة، قالت لنا أما كتاب استثناء من رئيس الوزراء، أما سوون كتاب مطالبة من دائرتكم. نعم. مطالبة بشنو؟ مطالبة بالعودة لكم، يعني دائرتكم مطالب فيكم، يعني لا وصل الكتاب مثلا للوزارة يرجعوكم على ظهر القانونية. قلنا زين. سوينا كتاب مطالبة، صار سنتين بالأمن الاتحادي لحد الآن ما رفعوه. بوكالة الأمن الاتحادي؟ نعم، عد رقم وتاريخ الكتاب. اعطينا رقم وتاريخ الكتاب. صح. ايش رقم وتاريخ؟ رقم وتاريخ الكتاب 2019. نعم. يوم 2/3. هذا 2/3 رقم الكتاب. رقم الكتاب 5466. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخلية في وكالة الامن الاتحادي العقيد ياسين المحترم فيما يخص موضوع المتصل ميثم عبد الامير صغير منسوب قيادة قوات حرس الحدود لواء المغاوير. حسب ما يخبرنا عنده كتاب 5466 في 2/3/2019 فيما يخص موضوع اعادتهم للخدمة اصحاب الوثائق المزورة. استلمت؟ استلمت. نعم سيدي واضح. الو مدير شؤون وكالة من الاتحاد سيدي. نعم سيدي عقيد ياسين. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء الاخ المقدم سيدي المحترم. شكرا سيدي. ومن مطالبه الاخ المتصل. نعم. 266 فقط. وهم نتابع اجراءه وننطيكم خبر ان شاء الله. 5466 صحيح هذا. شكرا سيدي بارك الله فيك. والمقصود نعم واضح. برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز فيما يخص موضوع الكتاب 5466 في 2/3/2019. استلمت؟ استلمت سيدي. نعم واضح. مدير شؤون وكالة من الاتحاد سيدي بخصوص رقم الكتاب 5466 في 2/3/2019. نعم تفضل سيدي. صحيح. نعم سيدي عقيد ياسين. لك أخي استلمت تم تثبيت رقم وتاريخ الكتاب، إن شاء الله نعلمكم أثناء وقت البرنامج.